أهلا بكم. منتخبنا الأولمبي يختتم معسكره التدريبي في البصرة استعدادا لنهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبيات باريس التي ستنطلق في الدوحة بالخامس عشر من نيسان. لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني ترفض الاستئناف الذي تقدم به برشلونة بشأن إيقاف عقوبة مدربه تشافي هرنانديز، وبالتالي لن يتواجد على مقاعد بدلاء النادي. محكمة تونسية تحكم على 4 أشخاص بالإعدام وعلى 2 بالمؤبد بتهمة اغتيال السياسي التونسي شكري بالعيد قبل 11 عاما. حركة حماس تؤكد إصرارها على مطالبها في المفاوضات بانسحاب إسرائيل من غزة وعودة السكان لشمال القطاع. حاكم ولاية فلوريدا يوقع على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي. شكراً لكم.